التفكير بأنه الشباب كيتراوح العمر ديالهم من بين 20 سنة حتى 26 28 سنة كيفكروا في هاد الفكرة هذه ديال أنهم يخرجوا فيلم بمجرد أنه الطفل اللي كيبلغ من العمر سنتين حرد المشاعر ديالهم وخلى ذاك الحس نتاع الإحساس بالمسؤولية تجاه الطفل يعني أثر فيهم بزاف. والأفضل هو أنهم أطفال من مدينة تيستوتين واللي ما عمرها يعني نقولوا بأنه كانت محقور بصح خرجوا منها مواهب اللي أكسلوا. وفي الحقيقة أنهم كشباب واجتمعوا وطرحت الفكرة ديال إخراج فيلم من أجل مساعدة الطفل الحقيقة أنا براسي ما كانش التحية صراحة. الموضوع اللي كان حرام أنا عجبي سوطاس سيرتو ثمان تزوذين ديسن شباب تبارك الله عليهم وغريم ديسن غينير الموضوع توقين على حساب ثمات إن الإعجاب كمتفرجة عجبي سوطاس تأيد خدمت مني عصن التوفيق مسيرة موفقة إن شاء الله. يحضرين تمسنون تأيماء يظن غل الأهداف نسنى الهدف أم زورو نتا العلاج نوح نشار أم زيان الهدف ويسنعين نشحن دي تجربة التمثيل لأنتجنا الفيلم وتفكانا أتسيغنا بنسن ديقارنا الفن وما يتوغى الهدف نسنى به الفيلم يوفى الإقبال يمغار زي الجمهور اللي عنا الفيلم تغى يكفى العلاج يجي نجي يطنظن الفيلم ظلين نتحت الجالية مغربشت اتتهنا ذي ثمورا برخ المواقع الإلكترونية. الله هادشي انا سيد من براغ القناه القناه متمزق يعني نتوجه جنيدا اتجاه المعنيه كمندوب الثقافه ديال الناظور ك اننا اذا وفرني باش انا غنعاون باش انا غنزيد المجال ان شاء الله.